خليه يستدعى ويجي لك ما حدا. لا رئيس مكتب شرطة بلدية تونس. كنت احكي على الحملة بتاع اليوم شو مشكور والله. بالنسبة كي نقولوا على الحملة راهو هذايا نقولوا يعني عمل اعتيادي عمل يومي نتاعنا نحن من الفترة الأخرانية. من الفترة كي نقولوا الفترة الأخرانية نحكيو من الفترة نتاع بلاغ سيد رئيس الحكومة بتاريخ 3 أكتوبر 2020 طبقا للتوصيات اللي صارت يعني المنبثقة على اللجنة الإقليمية بتاريخ 7 أكتوبر اللي هي فيها يعني الطريقة نتاع البروتوكول الصحي اللي عن طريق قرار سيد الوالي اللي يعني بالتدرج اللي كما شفتوا معانا في الميدان كيفاش وزعنا يعني وزعنا كي نقولوا لهنا وزعنا شنو نقولوا نقولوا البروتوكول كي نحكيوا على البروتوكول نحكيوا على البروتوكول الاجراءات الصحيه الواجب اتباعها عند المخالطه اللصيقه يعني كي نحكيوا على المخالطه اللصيقه وتبقى لحاله اصابه مؤكده فيروس كوفيد 19 بالنسبه لداخل المحلات بالوسط المهني يعني كي يقولوا وسط المهني نحكيوا على المحلات لهنا يعني شفنا كيفاش وزعنا المطبوعه مطبوعه وزعناها بالنسبه لل اصحاب المحلات هكاك ياخذوا هما ينشروها يعلقوها في المحل نتاعهم ينشروها توصل المعلومه ليهم هما وتوصل المعلومه للحريف يعني اللي باش يدخل باش كي يقرا يعرف هو بالضبط ويعرف الخطوره نتاع الموقف هذايا. توا نحن حكينا على الظاهر بالنسبه للباطن العمل نتاعنا نحن هو انه في التدرج هو انه فما واضح هو انه فما بروتوكول صحي فما تطبيقات فما قرارات اللي هي موجوده كي مشش كما احترام مثل المراقبات الصحية احترام التراتيب نتاع شروط حفظ الصحة اللي تتمثل مثال في اللي باك كما يقولوا نحن نحطوا الجفال باش تبدا التعقيم موجود نعقموا السكر الكوبلي البلاستيك توسكيل كيسان والبلار كلها نحيوهم. ثانيا نمشيو للكراسي الأهم حاجة الكراسي والتواول اللي يلزمهم زيرو هذوما الكراسي والتواول ما فماش جلوس داخل المحلات. كذلك الظاهر اللي ريناه في وسط الحملة نتاعنا نحن اللي هي الشيشة كي نحكيو على الشيشة لهنا نحكيو على منع خاطر الشيشة من أكثر الحاجات اللي تتسرب منهم يعني قولوا نحن هذايا الوباء هذايا ولا العدوى يعني حاجات اللي تمشي من واحد لواحد. والله أغزر هو سؤال ذو حدين اللي هو الحد الاول باش نحكيوا عليه اللي نمسوا مثال تو نحن الهدف نتاعنا نقولوا الشرطه البيئيه راهو الهدف نتاعنا في التوعيه والتحسيس راهو نحن كي ندخلوا المحل يعني صحيح نرقاو مثال اصحاب المحلات يقول لك راني تذمرت ما عادش خالط لكن نحن نوعيوهم خاطر مثال نعملوش الغلق مباشره ولا مثال عنا نقولوا نحن عندنا المعاينه المبدئيه الاولانيه ننبه عليهم نوعيهم نحسوهم بعد يتم الاستدعاء في العوده نعمل وقت الاخطيه الاداريه والقرارات الغلق بالنسبه لهم هما فما عباد اللي فاهمه بالنسبه نتاع 70-75% واضح بالنسبه فما عباد اللي مازالت موجوده الى حد الان الشيش مازالت موجوده يعني التواول مازالت موجوده الكراسي بالضبط يعني شو اليوم شفتوا عينة توما كيفاش يعني مازالت عباد فما يعني بطريقة أخرى فما ولا يستغل في المحل متاع التجارة حتى ما هوش هو الصبغة متاعه ماش بتعمقها ولا عامل مثل محل على جنب وحط فيه الشيشة هل يعقل ما يقولش يا أخي راهو نحن ماهيش هذي يلزم الناس تحس كل واحد يحس بالآخر باش توصل المعلومة ماهيش حكاية يعني لا أنا باش نخبي ولا ما نخبيش راهو فما عقلية لازم تكون موجودة فما لازم أنا نحس بجاري والآخر يحس بخوه والآخر يحس بولد عمه خاطر عندنا عائلات تو كيما خارجين ميدانيين راهو أنت خارج وأنا خارج راجعين لديارنا ديارنا كان مش هذاك تبدا عنده النية الباهية والنية الصافية ويخاف على لازم تكون عندك الدم التونسي لازمك تحس بخوك التونسي لازم تحافظ على بلادك لا أكثر لا أقل. مش على كده.
خرجوا مشاو لا ما مشاو هذا تو شديناه مخزن هذا تبع القهوة في الحصية عامل مخزن هنا بما انه القهوة منعينهم نحن من الشيش جابوا معنا المخزن هذا تشوفوا العباد هكا تشيش هنا ها المكبات هذوما ها معبيين تشوفوها نعرف خشيرات شنو هذا سامحني زميل هذا شنو؟ شيشة وكر معناها نتاع شيشة يحب تابع القهوة القهوة نتاع الحصية هذه توا جاو يجيو الكمينات مرة هذيك بعد مع القهوة يجيبوا محطة في البلاصة هذه اليوم مخزن على فكرة سامحني هذا توا على أثر معلومة راهو جينا لهنا شكون مولى الموت سامحنا أعطينا بطاقة والله العظيم الخير يدوكم صاحبي اللوطة أخوي الغالي باللوطة معنى كابيتيرة اللوطانية معنى مش مقاد فيه عليك هذا ما راهو مش تبعين قسما بالله هذوك مش تبعين هذوك من القهوة الوطنية يجيو حاضر غادي اسلي الحاكم جاي قاعد هنا اللي جاي هذوما كان يجي في الليل راه تلقاهم نفس الوحدين خاطر ما عندي نفس الاقل لو سمحت برشا تساؤلات ما قاعدين نشوفوا فيهم خاصنا تواصل على موقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدين ياسر ويقولوا ما تبلغ العامية قاعدين يقولوا انت بنا حق تدخل معناتها مع المحل التجاري ولا تدخل المقهى ولا هذا فما فصل قانوني يخليك يسمح لك باش تدخل معناتها واضح مشكور تو نحن نتبقى للبلاغ كي نقولوا عن طريق قرار سيد الوالي يعني وزع ديجا هو في التوزيع نتاعو ووزع المهام لشكون حتى عن طريق الاعلام توجدت وشفناها اخر مره يعني في الاعلام كيفاش مشات يعني البرمجه نتاع كل هيكل بالنسبه لنا نحن عندنا نجم نقول عندنا قانون عدد 30 نتاعنا نحن المؤرخ في 5 ابريل 2016 اما كيفاش نحكي بالضبط نحكي على الفصل الرابع من القانون عدد 59 لسنه 2006 اللي هو المنقح بالقانون عدد 30 لهنا الصلوحيات نتاع الاعوان المكلفين بالمعاينه مثال اللي هم من جملتهم الشرطه البيئيه نقولوا لهنا كي سمحني كي نحكيو الدخول خلال الساعات الاعتياديه للفتح او للعمل الى المحلات المهنيه كما يمكنهم القيام بمهام اثناء نقل البضائع ومختلف المواد من والى هذه المحلات يعني ابار المعاينه يعني الداخل اللي هو كي باش نحكيو ساعه اول حاجه نحكيو على يعني حفظ الصحه والنظافه العامه كيفاش نحكي على النظافه العامه نحكي توسكي اكسترن نحكي على الواجهه نحكي على لوكيباسيون نحكي على ديباسمون نحكي على القفضلات نحكي كل ما حاجه تمس الشارع نحكي على الاشهار نحكي على الحاجات اللي تهم للخارج بالنسبه للداخل نحكي لهنا نحكي على العرض نحكي على البيع نحكي على المركبات الصحيه نحكي على طريقه التخزين عدم احترام شروط حفظ الصحه من ناحيه التخزين لهنا حاجه اخرى معلومه تو نحن قلنا الفصل وذكرنا الفصل الرابع يعني من القانون عدد 59 المنقح بالقانون 30 زاد فما بند قانون يقول يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية 500 دينار أو إحدى العقوبتين فقط كل من تصدى لمعاينة المخالفات والجناح المشار إليه بهذا القانون هذا الفصل 11 من القانون يعني ريتها يعني أبار من المهام الأخرى صلوحيات كذلك عندنا معاينة المخالفات والجناح وتوثيقها زاد بالأجهزة توثيق نتاعها باجهزه ووسائل متطوره كنقولوا نحن لي تابليت واحد وكل شيء كذلك عندنا حجز الاشياء موضوع يعني موضوع المخالفه وتحرير ويعني في الحجز ولا التقرير نتاع الحجز باش يكون موجود كذلك عندنا شنو عندنا مثل القيام بالمعاينات الضروريه والحصول هذا كله داخل في الصلوحيات نتاع الاعوان لهنا كي نذكروا الدخول خلال الساعات الاعتياديه للفتح او للعمل يعني يبين لهنا اللي هو ان بمقتضى قانون قاعدين نخدموا كذلك مهام الشرطه البيئيه كي نحكيو بصفه عامه ومشكور على هذا خلينا نبينوا حاجه نحن
نقولوا المعاينة المخالفات طبقا الامر الحكومي عدد 433 لسنه 2017 اللي هو حدد القيمه نتاع كل مخالفه، معاينة الجنح، معاينة مخالفة ترتيب الخصوصية اللي هي نخدموا بها توا، اللي هي يعني تنقحت عن طريق مجلس بلدي، عن طريق يعني المجلس البلدي البلدية، هو انه خطية من 300,000 دينار. كذلك تحرير المحاضر واقتراحات الغلق، القيام بالاتلاف الفوري ديما نقولوا او حجز السلع الفائزة كذلك، باش نبينه انه راهو مهام الشرطة البيئية. نقرأ القانون عدد 30 فهمني المؤرخ في 5 ابريل 2016 يبين المهام تاع الشرطة البيئية كسوة في حفظ الصحة والنظافة العامة. الهدف نتاع الشرطة البيئية في التحسيس والوعي خطرة كيكة توصل للمعلومة، وكي توصل المعلومة فما ثقافة توصل، ونحن حشنا بها الثقافة ذيك هو أنه إنسان باش يحس بالخطأ اللي موجود اللي عنده، لكن فما حالات عندنا حاجتين نحن، عندنا نحن يعني الحاجة اللي موجودة بالنسبة الحالة العادية هو أنه نخلي له استدعاء يجينا لهنا نسمعوه في محضر سماع ونشوفه نعمل له التزام باش للفراو في العودة، فديما نقولوا راهو هذايا تبقى للتعليمات سيد رئيس بلدية تونس مشكورة، فهمت؟ خاطر الهدف نتاعنا ديما نقولوا راهو ديما نعاودوا راهو الوعي والتحسيس، فما تدرج نتاع عمل اللي يلزم الردع ديريكت نعملوا مخالفة ترتيب إدارية، محضر سماع، مخالفة ترتيب إدارية، نراسلوا بها سيد رئيس بلدية اللي هو تتمثل من بين 300 دينار و 1000 دينار، ونحن والحالة مش بدا شمعنا نحن والحالة تبقى القانون راه نقولوا، فما حالة اللي هو أنه باش تزيد توعيه، ولكن فما حالة مثل تاع الشيشة ولا حاجة هذيك مخالفة ترتيب إدارية، عندنا مخالفات أخرين مثل إيقاف فوضى البناء في الطريق العام ما نجمش نقول لك باش نوعيه، هذيك ردع ديريكت، فما ياسر حاجات طريقة التخزين، طريقة التخزين عشوائية زاد كذلك راهو هذاك السما في المخالفة ترتيب خصوصية، يعني اعتبار ردع ديريكت، وديما نقولوا راهو ماذا بينا الناس كل تخدم، ماذا بين الناس كل واعية، راهو الهدف نتاعنا في شنو كيفاش نقضيو يد واحدة باش نقضيو على الوباء اللي موجود توا لا أكثر لا أقل، طبقا للبلاغ اللي موجود من السيد رئيس الحكومة. والله مشكور بالنسبة رسالة شو نقوله هو أنه يلزم الناس الكل نكونوا يد واحدة، يلزم راهو يلزم أنا نخاف على غيري وغيري يخاف عليا، راهو مربوط ببعضنا، راهو يلزم نخاف على بعضنا الناس الكل، لا لهدف واحد باش نكونوا يد واحدة باش نقضيو على الوباء اللي موجود هذا، ومشكور الناس الكل وتحية الشرطة البيئية.